روى الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم نهج البلاغة عن إمام المتقين ومولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن للولد على الوالد حقا وإن للوالد على الولد حقا. هذه تمثل مفردة من مفردات قاعدة كلية رائعة نجدها في الإسلام، وهذه القاعدة هي قاعدة تكافؤ الحقوق. الحقوق متكافئة، ولا يوجد هنالك أحد مستثنى من هذه القاعدة الكلية. هنالك كلمة لطيفة جدا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول في هذه الكلمة: ولو كان لأحد أن يجري له الحق ولا يجري عليه الحق لكان ذلك هو الله تعالى. الله سبحانه وتعالى له حقوق علينا، ولكنه منة وتفضلا علينا جعل لنا حقوق عليه. فلا يمكن لأحد أن يتصور أن له حقوق على الآخرين، ولكن الآخرون ما لهم حقوق عليه. هذه المشكلة التي تنشأ منها المشاكل. كل واحد يرى ما له من حقوق على الآخرين، ولا يرى ما للآخرين من حقوق عليه. المشكلات اللي تنشأ في الحياة العائلية كيف تنشأ؟ الرجل يفكر في هذا المنطق: ما هي وظيفة زوجته؟ ولكن هل فكر الرجل في يوم من الأيام ما هي وظائفه تجاه زوجته؟ وهل أدى هذه الوظائف أو لم يؤدها؟ وما هي الوظائف؟ المرأة عادة تفكر ما هي وظائف الرجل تجاهها، ولكن هل فكرت في يوم من الأيام ما هي وظائفها تجاه الرجل؟ إحنا إذا نفكر ما لنا وما علينا كثير من المشاكل تنحل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير إلى مفردة من مفردات هذه القاعدة الكلية العظيمة: إن للولد على الوالد حقا وإن للوالد على الولد حقا. القضية طرفينية. طبعا الوالد رحمه الله
له نظرية في الفقه يذكرها في بعض المواقع، وهي أن كلمة الوالد في المصطلح الشرعي تشمل الوالد والوالد. الوالد يعني من ولدك، من الذي ولدك؟ الأب ولدك والأم ولدتك، هذا الوالد. ذكره رحمه الله في كتاب النذر أو العهد أو اليمين على ما أتذكر، فلعل هذه الكلمة تنطبق في المقام أيضا. إن للولد، الولد يشمل الابن والبنت من الناحية اللغوية، إن للولد البنت والابن كلاهما ولد، إن للولد على الوالد في نظر الوالد يشمل الوالد والوالدة، على الوالد حقا، وإن للوالد على الولد حقا، القضية ذات طرفين. ما هي الحقوق؟ الحقوق كثيرة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير إلى بعضها. إحنا يجب أن نطالع كتب الأحاديث حتى نعرف ما هي هذه الحقوق، وهل أننا أدينا هذه الحقوق أو لم نؤدها. فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء، الطاعة المطلقة. طبعا احنا عندنا اكثر من هذا ايضا، عندنا فوق الطاعة المطلقة. شنو فوق الطاعة المطلقة؟ ما كان يفعله آباؤنا واجدادنا. يقرأ فكرة الطرف الآخر، يعني مرة واحد يتقيد بالأوامر والنواهي، ولكن أحيانا تقرأ نفسية الطرف الآخر، ماذا يريد منك، ماذا يحب وماذا يكره. كانوا يتقيدون حتى بما يدور في خلد آبائهم وأمهاتهم. أكو أم كبيرة في البيت، كثير من الآباء، كثير من الأمهات عندهم إباء، بالذات إذا الأب طعن في العمر وقع جانب، الأم طعنت في العمر وقعت جانب، ما تحب أن تأمر وأن تنهى، بالذات المتدينين، المتدينين جدا ما يحبون الأمر والنهي، لا يطلبون. من علامات أهل الجنة، من الأشياء التي تؤدي إلى الجنة، أن لا تطلب من أحد شيئا، لا تطلب، حتى قاعد على المائدة، الماء ذاك الجانب، لا تقول لذاك جئني بهذا الماء، أنت قوم التف على المائدة واشرب الماء. هاي من الأشياء التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله لجماعة شرط لدخول الجنة في قضية ما علي بها. فالأب بالذات، الآباء المتقيدين بالآداب الشرعية، ما يأمر ما ينهى، ولكن تشعر أنه يحب هذا الشيء فتعمل، وتشعر بأنه يكره هذا الشيء فتجتنب. هذا فوق الطاعة، هذا مفتاح لكثير من البركات والخيرات. أويس القرني معروف
من حواري أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما جاء حتى يرى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأن أمه ما كانت ترضى بذلك في اليمن كان على ما ببالي أمه كانت تأنس بقربه بوجوده فد يوم أخذ منها إذن على ما ببالي أذنت له في نصف يوم إجا من اليمن إلى المدينة شاف النبي مو موجود طالع انتظر نصف يوم النبي لم يعد فرجع حتى لا يخالف أمه بهذا المقدار النبي كان يقول وشوقاه إلى أويس هالشكل الروحي طبعا الآباء والأمهات يجب أن لا يسيئوا استخدام هذا الحق صحيح هذا حق حدود منا واجبة قد تكون حدود منا قد تكون مستحبة لكن لا يسيئوا استخدام هذا الحق ليدمروا حياة أولادهم وبناتهم الآباء الذين يعضلون بناتهم عضل هذا خطأ من الناحية الشرعية ربما يكون محرم من الناحية الشرعية نوع من أنواع الظلم لا نقول أن الأب أو الأم تظلم أو تجحف أو تعضل هاي العضل مشكلة العضل اللي نجد نتائجها المريرة في بيوت المسلمين ولكن بقطع النظر عن هاي العناوين عناوين الظلم والإجحاف وما أشبه الابن والبنت يجب أن يكون ينبغي أن يكون الخط العام لهم في حياتهم خط الطاعة للأب والأم إحنا من نعم الله علينا الغربيون يفتقدون هذه الحالة عوائلنا فيها نوع من التماسك بالذات العوائل المتدينة الغربيون يفقدون الأب في جانب الأم في جانب الأولاد في جانب هذا التماسك يجب أن نحفظه يجب أن يكون قوي العلاقات في البيت يجب أن تكون حميمة فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء خط الطاعة المطلقة إلا في معصية الله سبحانه هناك تجي أي قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا الطرف الأول بالله بمحمد علي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار